مساء الخير واهلا بحضراتكم، برحب بكم في حلقه جديده من برنامج والله اعلم. في حلقه هذا المساء نتوقف مع الايه الكريمه التي قال فيها المولى عز وجل: وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. نقف في هذه الحلقه عند سكرات الموت. ما معنى سكرات الموت؟ وكيف سنذوق سكرات الموت؟ وكيف نخفف عن أنفسنا هذه الشدة التي تألم منها حتى أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نتحدث في هذا الأمر الهام، كيف من الممكن أن نستغل الدنيا والأيام التي نعيشها من أجل أن نخفف هذه اللحظة عنا جميعا. أرحب في البداية بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. فضيلة الإمام، أولا ما معنى سكرات الموت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم سواه من طين على هيئة قويمة، ثم نفخ فيه من روحه، وتلك النفخة المباركة الربانية الإلهية من المخلوق الذي هو روح الله، وسمي ونسب إلى الله روح الله تعظيما له كشأن بيت الله. لما نفخ فيه عظم الله هذه الروح جدا عند الكائنات، حتى قال للملائكة: اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإذا لابد أن تلتصق هذه الروح بالجسد التصاق شديد، وألا تكون عرضة لأن تخرج بسهولة هكذا. تفهيما للخلق أن حياة الإنسان في غاية الأهمية، تفهيما للخلق أن المسألة مسألة إزهاق الروح ليست أمرا سهلا. تفهيما للخلق عظم هذا الإنسان عند ربه، وأنه كما أخرج أبو الشيخ عن سيدنا صلى الله عليه وسلم: الإنسان بنيان الرب، ملعون من هدمه. طبعا الهدم هنا معناه القتل أو إزهاق الروح. فالله عظم حتى فيزيقيا هذا الإنسان واتصال الروح به، فلم يجعل خروجها أمرا سهلا. فعندما تأتي الروح وتخرج فلها أنواع وأشكال لهذا الخروج. الأنواع والأشكال لهذا الخروج تسمى بسكرات الموت، وفيها شيء من المعاناة، وفيها شيء من أنها ليست سهلة كده، حتى يبين للخلق عظم مصيبة من تعدى فقتل إنسانا وأزهق روحه قبل أن يفعل هذا الله سبحانه وتعالى، إذا كان فعل الله هكذا. الحالة الثانية إنه بيخلي الإنسان في تلك السكرات، يبقى إذن خروج الروح من الجسد مؤلم. الحالة الثانية بقى هيزداد إيلاما لو أن الإنسان تمنى لو أنها تخرج، ثم هو نفسه يحاول إخراجها فلا يستطيع. واخد بالك ازاي؟ فإذا الإنسان بيحاول هو يساعد في إخراج روحه في هذه المرحلة أو يتمنى أن تخرج. قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. شوف يبقى أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم.
الملائكة مش راضية تخرجها كشيء لطيف كده يسل في أمانة الله. هو مؤلم مرض الموت، مرض الموت، لكن الملائكة وقفالهم كده وهم شايفين الملائكة وبيقولوا ما تساعدونا، ما تشدوا شوية. فقالوا لهم لا، أخرجوا أنفسكم. فشوف لدرجة قد إيه. فاللقطة دي بتاع أخرجوا أنفسكم دي معناها إنه هو خرج روحه مع ما فيها من ألم وما كسب. الصورة الثالثة، لا الصورة الثالثة، الخروج ده سهل، يعني في مرض وسكرات صحيح وكل حاجة، وده اللي حصل لسيدنا، إلا إنه الخروج بلطافة يعني. ولذلك لما جاله جبريل بيحيي كده خلاص الموعد جه، فقال إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. شوف مبسوط، ما هواش متضايق، لأنه يتمنى لقاء ربه ومتشوف لهذا اللقاء طول عمره. إلى الرفيق الأعلى، فكان آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم، وخرجت روحه الشريفة في منتهى اليسر والسلاسة مع وجود جهد كان في مرض الموت. لأنه قالوا له يا رسول الله نراك يعني تصاب بالحمى فيكون الألم عليك كأجر كشدة الألم عند رجلين. قال نعم. قال إذن فلك أجران. قال إنه نعم، لأنه ذلك، قال إيه؟ ذلك كذلك. ذلك زي ما أنتوا بتقولوا كده، ذلك كذلك، واخد بالك؟ نعم. فإن الأجر على قدر المشقة. نعم. فعلشان يضاعف أجره صلى الله عليه وسلم كان بيشعر بالألم الجسدي، لأن قل إنما أنا بشر مثلكم بس يوحى إلي. نعم. يبقى إذن سكرات الموت وما يعانيه كده، سكرات الموت دي لقيناها بقى عند الشهداء مش موجود، وهو الذي يقاتل أهل الأوثان المشركين، أهل الأوثان أو المعتدين، ها قتال كده هو فيقتل، أهو ده الشهيد الحقيقي ده. قال تخرج روحه كما يشعر أحدكم بالقرصة، واحد قرصك كده، ما فيش حاجة يعني، ما حصل إيه يعني لما عمل لي كده، ما حصلش حاجة يعني، شك الدبوس زي ما احنا بنقول كده يعني، حاجة بسيطة يعني ما يشعرش بيها، تخرج كده. ده من كرم الشهادة. نعم. مش انت قتلتني والقتل ده عليك ذنبه لانك ازهقت روحا اللي هي مكرمة، اللي هي متصلة بالجسم جدا. طبعا ربنا اكرمني وطلعت فورا وخرجت الى باريها، لدرجة انه الشافعي عنده ان احنا ما نصليش على الشهيد. ليه؟ هو اللي يشفع لنا، احنا هنشفع، دي الصلاة بتاع الجنازة دي بنسأل الله له يعني العلوم. صحيح. وهكذا. فهذه هي سكرات الموت، وتكون في على بعضهم غمرات، وتكون على بعضهم مسهلة، وتكون عند على بعضهم يعني لا يشعر بها إلا كما يشعر بالقرصة. نعم. إلى آخر. طيب البعض يرى مثلا في حالات وفاة بيكون فيها الموت مفاجئ، يعني لا يكون هناك مرض للموت، وإنما لا قدر الله مثلا في حادث، في سكتة قلبية بكذا، بنجد صعقا بالكهرباء، يعني يكاد يكون الموت يحدث في لحظة. فأين تحدث هذه السكرات؟ هل هي في عالم لا نشعره؟ هل بالتالي ربما نشعر أن الروح قد فارقت الجسد بينما هي لم تفارق، وما زال هذا الشخص يعاني من سكرات الموت؟ النبي عليه السلام جعل أصحاب هذه الحوادث لهم أجر شهيد، اللي صعق بالكهرباء، اللي حصل فيه الهدم وقع عليه البيت، الغرق، وكمان الحادثة هدم برضو يعني لما تطبق عليه العربية، صحيح. لا قدر الله،
أعاذنا الله من كل هذه المشاكل، لكنه في النهاية له أجر شهيد. وأجر الشهادة لما جمعها سيدنا الشيخ عبد الله الله يرحمه في إتحاف النبلاء بأجر الشهادة وأنواع الشهداء، فوصلها بتجميع الأحاديث 21 واحد، والمرأة تموت بجمع شهيدة وكده، والغريق شهيد، والهديم اللي هو تحت الهدم شهيد، والمبطون شهيد اللي هو في وباء ولا حاجة. إذن لما النبي عليه السلام قال لهم من الشهيد فيكم؟ قالوا من قاتل في سبيل الله وكذا، قال إذن شهداء أمتي قليل. ها، ولكن من فعل كذا وكذا، والحديث بطول. فالمهم 21 نوع من الشهداء، واخد بالك؟ فلا بأس انه دول ينالوا ايضا شيئا من هذه السرعة من غير سكرات، واخد بالك ازاي؟ فقد يكون كذلك. فالله سبحانه وتعالى في عالمه في التعامل معنا هو بداية هو رحمن رحيم، رحمن الدنيا، يرحم المؤمن والكافر وكل الناس لأنه صنعته، وفي ثاني أنه حكيم وأنه هو فعال لما يريد، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني يقول لك اشمعنى ده؟ من أمر الله، الله سبحانه وتعالى خلى هنا في سكرات وهنا ما فيش سكرات. هل هناك توبة عند سكرات الموت أو في سكرات الموت؟ ما لم يغرغر، ما لم يمنع من الكلام، ما دام بيتكلم ولسانه شغال، يتوب الى الله وتقبل توبته. وتقبل التوبه. الغرغره بقى بتمنعه من الكلام، يجي يعني واعلموا ان الله يحول يحول بين المرء وقلبه، يجي عايز يتكلم مش عارف، اغلق عليه خلاص، ارتج عليه يقولون. خلاص هيتوب فين بقى؟ ما هو متابش اهو. ولكن حين يأتي الموت هل هناك توبة؟ حين ومعنى أنه حين يأتي الموت لا تقبل التوبة حتى بداية خروج الروح، مش نهايتها. يعني أصل هو ممكن الروح تخرج في مدة، صحيح، بداية الخروج يعني ولو همسة خلاص أغلق باب التوبة، نهايته ده خلاص. لكن على كل حال افرض الروح لسه فيه. نعم. طيب أستاذ فضلتك، بعد الفاصل نتحدث بشكل أكثر حول فترة السكرات، هل لها مدة زمنية؟ هل تختلف حسب عمل الإنسان؟ ماذا يرى الإنسان وهو في سكرات الموت؟ نتعرف على هذه الأمور من فضلة الإمام، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.